سائل يسأل يقول: رجل يدفع الزكاة لمستحقيها ولكن لا يخبرهم أنها زكاة، فهل هذا جائز؟ إذا كان يرى أنهم يستحقون الزكاة، يظهر عليهم هذا فقرهم وحاجتهم، فلا مانع. أما إذا كان ما يعرفهم ولا يدري هل هم مستحقون أو لا، يسألهم يقول: هذه زكاة، هل أنتم من أهل الزكاة ولا لا؟ نعم.